السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراق وثورة الجياع. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. كنا تعبانين وكذا ربع لحام حاير داخل بوصل هسه وشغلات واطفال للبيت. بيش اخذت الربع؟ بثلاثة ونص والله. وانا عندي 6000 دينار. الحمد لله وشكر عليك حال. رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى. اولا هذا الفقر هم كذبه. اقول لك كذبه يعني. هذا البلد بالعالم يطي رواتب بقد العراق. تجي تطيح رواتب؟ نطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين. مليون ونص مال متقاعدين. تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه. الله ان شاء الله يشفع لنا ويشفع على كل شعب العراق هذا الشعب المظلوم. هسه انت متريق لو بعدك؟ لا والله وحق هو الله ما متريق. زين هاي شلون يعني بس وجبه واحده للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك، احنا هذا راح نخليه بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده. يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله. ثمان لا. تعال يا بتعال. ثمان لا خليني. ثمان لا انا اقول لك يا خليني لاني اروح انهار واقع والله انا تعبان. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. رغم ثرواته الهائلة ومئات المليارات من الدولارات التي دخلت خزينة الدولة العراقية منذ الاحتلال الأمريكي في عام 2003 ولغاية يومنا هذا، إلا أن الشعب العراقي يعد واحدا من أفقر شعوب المنطقة بسبب فساد حكومات الاحتلال المتعاقبة وأحزابها. فبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن عدد الفقراء في العراق يبلغ أكثر من 5,500,000 عراقي قبل جائحة كورونا، حيث أكد التقرير الأممي أن هناك 6,500,000 عراقي سينضمون إلى العدد الأول خلال فترة الجائحة، ما يرفع العدد إلى 12 مليون عراقي يقبعون الآن تحت خط الفقر. هذه الأرقام مشاهدينا الكرام تطرح تساؤلات كثيرة، ومن أهمها: لماذا في العراق هذا العدد الكبير من الفقراء رغم ثرواته الطبيعية والأموال التي حصلت عليها حكومات الاحتلال من بيع النفط؟ ولعل تصريح محافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي يؤكد حجم النهب الذي شهده العراق، إذ قال إن الأموال التي تسلمها رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي كانت تكفي لبناء وطن جديد يتسع لثلاثين مليون نسمة. فأين ذهبت هذه الأموال؟ ولماذا العراقيون اليوم يهاجرون بحثا عن وطن جديد؟ وماذا عن الأموال التي دخلت خزينة العراق بعد المالكي وقبله؟ هذه التساؤلات مشاهدينا قد تجد المجيب، لكن هناك تساؤل مهم يطرح اليوم، وهو: ماذا عن المستقبل في ظل هذه الحكومات؟ إذ تؤكد التقارير الرسمية الحكومية أن العراق يعتمد في اقتصاده على أكثر من 95% على واردات النفط، خاصة وأن المنافذ الحدودية تذهب وارداتها إلى جيوب الميليشيات المسيطرة عليها، بالإضافة إلى أن العراق بلد مستهلك مستورد، لا يصنع أي شيء ولا يبيع سوى النفط. فماذا ستفعل حكومات الاحتلال في حال انخفاض قيمة برميل النفط عالميا، خاصة وأن دولا كثيرة تضغط اليوم باتجاه خفض قيمة النفط؟ وسؤالنا الأبرز هو: هل سيشهد العراق ثورة جياع؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم لإبداء آرائكم بهذا الموضوع، وهل تعتقدون أن هناك ثورة جياع سيشهدها العراق؟ نبدأ باستقبال الاتصالات. معنا السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد أبو زينب، أبو زينب تسمعني؟ فقدنا الاتصال ويا السيد أبو زينب من النجف، نرجو منه يعاود الاتصال مرة أخرى ويغير مكانه إذا يستطيع. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكد وجود نحو 1,200,000 عراقي لا يزالون نازحين في الداخل العراقي اليوم. طبعا مسؤولون في محافظة دهوك أكدوا عودة 250 عائلة من قضاء سنجار إلى مخيمات النزوح، عادوا إلى مخيمات النزوح التي كانوا يسكنون فيها قبل عام، فيما أشاروا إلى أن سكان سنجار يخشون العودة إلى مناطقهم بسبب توتر الأوضاع الأمنية وسيطرة الميليشيا على القضاء. هناك معاناة مستمرة للنازحين، الموضوع مرتبط طبعا بالفقر، مرتبط بالحاجة. النازحون الذين لا يزالون في المخيمات لا تزال معاناتهم مستمرة بسبب الفقر والحاجة وغياب الدعم الحكومي وغياب المساندة لهم وغياب أيضا التعمير لمناطقهم، وبالتالي لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم. أيضا بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي تضرب العراق اليوم بسبب خفض قيمة الدينار العراقي وغلاء الأسعار وغياب الدعم الحكومي لكل القطاعات، وبالتالي يعاني المواطن العراقي بشكل كبير. هناك طبعا جانب آخر مرتبط برفع مستويات الفقر في العراق وهو الجانب الزراعي، حيث اعترف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بصعوبة النهوض بالقطاع الزراعي، كما أكد أن عدم صرف المستحقات للفلاحين الذين صدروا محاصيلهم إلى وزارة التجارة وشح المياه يهدد بشكل خطير الأمن الغذائي، يعني مزيد من الفقراء، يعني مزيد من هذه الأرقام ومن هذه الملايين. أيضا النائب في البرلمان السابق صادق مدلول اعترف أن وزارة الزراعة أن اعتراف وزارة الزراعة بوجود تقصير تجاه القطاع الزراعي لا يعفيها من المسؤولية، مؤكدا أن هناك غيابا تاما للاستراتيجيات والرؤى، وقد تم تهديم القطاع وتحجيمه بشكل خطير. وشدد أيضا على أن هدم القطاع الزراعي متعمد، تقف خلفه أحزاب ودول تريد فتح الباب للاستيراد من دول الجوار لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، وأشار إلى أن تلك الدول والأحزاب والشخصيات هي التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم. العراق بلد مستهلك، بلد معتمد على الآخرين. أزمة كورونا كانت خير دليل على الأزمة الاقتصادية التي مر بها العراق بسبب أغلاق منافذ وطرقات بين دول، وبالتالي تأثر المواطن العراقي ولا يزال يتأثر، خاصة وأنه كما قلنا العراق بلد يعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل، لأنه لا ينتج أي شيء ولا يصنع شيئا آخر بفضل حكومات الاحتلال. معنا اتصال السيد أبو علاء من الفلوجة، تفضل يا أبو علاء. السلام عليكم أستاذ محمد أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله يا أستاذ محمد منين أبدي لك بالحشي، والله ملينا، تعبنا يا أستاذ محمد. هاي الخيرات بالعراق يعني ترى نقمة مو نعمة علينا، أما على الحكومات لا، عندهم مسألة عادية. يا أخي أستاذ محمد العراق ما أدري يعني ليوين راح يوصلوننا بعد، ليوين بعد يعني هسه هم ما جاي يشوفون هالشعب هذا، ما يشوفونه، ما يشوفون هالعالم هاي. وأنت أنت حشيت على الهجرة أستاذ محمد. بالنسبة للهجرة هذا دول العراقيين الشرفاء يقول لك بعد ما أقدر، أنا ما أتحمل يعني، ما يجي يوصل نفس البوق وسرقات وهموم، يقول لك اطلع، خلنا اطلع بريشاتي احسن لي يعني. ما كافي عاد، ما كافي يا حكومه، ما كافي يا احزاب، ما شبعتوا ابو عراق. اليوم الناس تسال، اللي في داخل العراق قد يكونون، لكن اللي بالخارج يسالون اكثر، وخاصه مو العراقيين، جنسيات اخرى، دول اخرى، تتساءل هل معقوله انه العراق اليوم هذا البلد الغني، البلد الذي كان يضرب به المثل بالثراء من الناحية النفطية، ولا يزال هناك مليارات تدخل إلى خزينة الدولة، ب 12 مليون عراقي بحسب الأمم المتحدة، بحسب هذه الأرقام فقط، دون أن نعتمد على أرقام أخرى، 12 مليون عراقي تحت خط الفقر، معقولة؟ أستاذ محمد ليش ما معقولة؟ يعني أنت تشيك لي هسه الحرامية اللي جاي تبوق بخيرات العراق شقد؟ كم حرام بحرام أستاذ محمد؟ مو البوك فاق يعني، وصل إلى حد ما تقدر تخيشه يا أستاذ محمد. مو البوك مالهم هذا، والسرقات
زائدا اللي جاي يودون للدول الاخرى. هسه لو بس باقي يداول بيهنا ما يخالف، بس جايبنون عمي جايبنون عمارات ويشترون جزر بخارج العراق. يا استاذ محمد يا الله يعين هذا الشعب المظلوم المنكوب، الله يعينه على الحكومات هاي، ويطلعوا لك يحلوا لك وين لكم مجاعه، هي حقهم ما تفيد مي. كله يضربوه بهالدولارات ومو عارفين هذا الفقير هذا اللي ما عنده قوتش اليوم، ما عنده كيلو طماطم. يعني هسه انتم شاحت ترى ربع كيلو لحم. ويقول اتغدى بيه الساعه بالاربعة اطبق اسوي وجبه واحده. وجبه واحده حتى يصير غدا وعشاء يا استاذ عمك. ما كافي. انا من خلال منبركم اناشد الحكومه اقول لهم هلا هلا بالشعب. ترى شوف استاذ محمد اي نصبر احنا، بس ما نلعب بس نصبر. اي والله نصبر احنا، بس والله دولة تاريخهم الى مزبله التاريخ. وانا اشكرك استاذ محمد. شكرا جزيلا سيد ابو عراق من الفلوجه. السيد ابو زينب من النجف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا قلت لك أستاذ محمد حياك الله. يعني أكو فد جملة خطيرة قالها الإمام علي عليه السلام. نعم. قال لولا مخافة الله لقلت بأن الفطرة هو الكفر الأكبر. يعني يقودك بأن تكفر بالله، تكفر بالله مو أن تكفر الله، تكفر بالله بأفعالك، تروح تسرق، تروح تنحرف، تروح تختلف. هذول هم يعني هم يريدون يجلدون الكرامة الوطنية وجلدوها. يقول لك لا ترفع وجهك بوجه إيران، تقول أنا أحسن من إيران. إيران أسيادك. هذول يريدون يوصلون على هاي القسمة. ثاني يقول لك لا تقول أنا نزيل وما سارق. كل إحنا شو أنا بقيت وكان غصبا عليك، يا إما تبقوا وياي النزل القليل وتسكت، ويا إما تسكت وما تحصل شيء. والسوق أشعقت الدبابات بالطلقات وبالكلة. هذول يعني اللا إنسانية المتوفرة عندهم، وإلا القياسات الاقتصادية والموازنات الاقتصادية والكذا. شيء ما يشبه شيء. يعني سيد أبو زينب سؤال لو سمحت. سيد أبو زينب، المليارات التي دخلت إلى خزينة الدولة العراقية تكفي لإعادة بناء هذا البلد من جديد، وأن يعيش فيه المواطن العراقي آمنا مستقرا بحياة اقتصادية فيها كل الأساسيات. الحكومات هاي رغم سرقاتها كانت هناك أموال تكفي لبناء العراق، ليش ما أنطوا للعراقيين؟ ليش كان الموضوع متوجه للسرقة والنهب وعدم إعطاء المواطن العراقي أبسط مقومات الحياة؟ قلت لك هذول بإمكانهم، بس ما يردون توصل الى هاي المرحله. هم يردون يجلدون كرامتك الوطنيه. ويقول لك ان هذول عملاء للاجانب، عملاء لايران، وعملاء تركيا، وعملاء للخليج، وعملاء لاسرائيل، وعملاء لامريكا وبريطانيا والعماله الاكثر، خاصه مع الاسد يعني في الجانب الشيعي، وولاء الذين العماله لايران. يعني وكانما احنا الضيعه الخلفيه لايران. لان على ابوهم لابو ايران، بس شعبنا جايف ما في حظ ويستاهل. بدون تجاوزات لو سمحت، لو سمحت ابو زينب. شكرا يا ابو زينب. نتحفظ طبعا على بعض الالفاظ التي ذكرت. ويانا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكو قول الامام علي السلام الله عليه يقول الفقر يخرس الفطر عن حجته. نعم. ف الطبقة السياسية الحاكمة هو هذا أسلوبها في إذلال المواطن العراقي. إحنا جاي نشوف أستاذ محمد ازدياد معدلات الفقر بالعراق، هذه لها انعكاساتها الخطيرة على مستقبل الأجيال القادمة. ليش هذا الفقر صار؟ إلى أسباب، منها الفساد، سوء الإدارة، الإهمال، عدم الاهتمام من قبل الطبقة السياسية الحاكمة بالشعب. وإذا تسمح لي أغلب الطبقة السياسية، ما أريد إحنا نعمم بس أقول الأغلب،
هم مستوطنين وليس مواطنين، يعني ما معناته عندهم ولاء لدول خارجية. وعندنا كل زيارة الروب أستاذ محمد 8 سنوات حرب وهي جارة إيران، ثمان سنوات حرب ودول أغلبيتهم كانوا هم مع الجيش الإيراني، وقالوها علنا بالتلفزيون، قالوا إحنا ويا الإمام. شو يقول الإمام؟ إحنا وياه. فذول يعني لما 8 سنوات حرب طاحنة ضد الشعب العراقي، وبعدين يجي هو يحكم، هذا ايش تتوقع من عنده؟ يعني يريد الخير لهذا البلد؟ حتما هذا عنده مخطط بانه يدمر هذا الشعب ويدمر هذا البلد. هذا المخطط مالته، ترى هذا المخطط سواء بالتعليم بالسياسه بالاقتصاد، هذا كله خطط ممنهجه. هاي مو احتباطيه، لا، هاي خطط ممنهجه لتدمير العراق. فشوف يعني المواطن العراقي سواء بالشمال بالجنوب نفس الحالة. اللي بالشمال خليه أقول له خليه يسمع ما يسمع. حتى هو العراق صار اقطاعيات سياسية، وأثبت لك بأنه مثل ما الحكام اللي موجودين بالجنوب ما عندهم ولاء لوطنهم، أيضا الشمال حكام الشمال ما عندهم ولاء لوطنهم، عندهم لحد الآن حنين إلى الدولة مالتهم المعابادية، سواء آل مسعود برزاني وغيره، ولا منعتهم يعني ولاء للعراق. إذا أنت تقول باختصار يا سيد عبد الرزاق أن هناك أن هناك إجماع من السياسيين أو على السياسيين أنهم ليس لديهم ولاء للوطن، وهناك منافع شخصية هي التي تتحكم بهم ويتحكمون بمصائر العراقيين بسببها. طيب انا اشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا لحضرتك. ويانا السيد ضياء من الفلوجه، تفضل يا ضياء. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون صحتك؟ حياك الله، اهلا وسهلا. تحياتي لقناه الرافدين ولك يا طيب. الله يسلمك يبارك بيك، تفضل. والله استاذ احنا دائما ندوق ونحكي احنا مشتكين الله، راح اقول لك نعم. الهجره المهجن الواحد ونص راحت علينا، تهجرنا يا استاذ، واربع سنين ترى مو شويه. واللي عاف ابن عمه هاي وحده. اثنين يعني احنا اهل البلد واحنا اهل الخير ونحكي يوميه ونقول يابا حكومتنا، ترى احنا غير عندنا غيره، بس هي. والله حكومتنا ما جاي يعني عندها غيره وتصد على الفقير وتنطي حقه. الفقير احنا كناس اليوم دا الاحظ اني والله عندك يعني مره اكلم غواط تقول دا اجيب لي صموناس. طيب انا عندي سؤال، عندي سؤال سريع يا سيد ضياء. شنو حق الفقير اليوم بالعراق؟ شنو والله الفقير شنو اللي يحتاجه المواطن العراقي؟ ضياء الفقير نعم، بس دا اسالك شنو حق الفقير اليوم في هذا البلد او حق المواطن؟ والله حقه بسيط استاذ محمد، حقه شنو رجال شنو دلوقتي يعني مثلا مكان 270 مال رعايه يسوي 720 نعم نعم مو استاذ. فاليوم انا بكيه صدق. هل هذه الامور نعم. صعبه على الحكومه او صعبه على الحكومات اللي مرت؟ والله بسيطه كانه ما شربت ماء يا استاذ. انا حالي كان في الوجع عندي كيه ودائما اتصل بكم واشتغل، يعني اكو 8 سيطرات تسرى استاذ، يقفلك بالشارع ما تنطي الف استاذ محمد، ما تنطي الف اقول لك غرامه 20,000. تلاحظ من جسر ابو يصير وحده، مقابل البان وحده، مقابل حكمت قريب بقر، مقابل سقاط العمري وحده، الى ان الحلاوي وما حد يقول له تعال تعال شنو تاخذ جبايه انت شنو يعني انا يلا جيب النفرين استاذ اصحبهم الف ديار هو ياخذ الف، يعني ام الله بامره عائله وسياره تطلع. فيا استاذ احنا نقول يا حكومتنا عمي ترى شيء بسيط، ترى منكم رايدين بسيط، يعني انا بقول لك جزء من ربع النفط مالنا وخيراتنا ادعموا، ومكان 270 اسوي 420 العاطلين، الفقير الارمله المطلقه والله استاذ مشتكى لله. بس احنا نقول استاذ انا ما تمدح للامانه، احنا استاذ محمد الحلبوسي والله اشتغل كنا صحنا حزب تقدم للامانه، لان يعني رجل والله اشتغل بالانبار ومش انا بالامانه ما بعيني والله خاف او يقول هذا يمدحه، والله الرجل الامانه محمد شو اشتغل اذا انت اليوم سيد ضياء شو اشتغل اذا انت اليوم لا تزال تتحدث عن الفقراء عن المحتاجين عن المشاكل اللي تواجهكم بالسيطرات شو اشتغل؟ نعم
والله الرجل الامن وامان الانبار امانه للقوات الامنيه من هادر زيج ومن قائد عمليات ناصر للامانه اني ابن ناصر الغنام قائد عمليات قائد نعم عمليات نعم اللي يقول اللي يقول انه نعم ما يرجعون نازحين الى مدنهم الا بموافقه اهالي ناس قتلوهم داعش. طيب انا شنو بعدين قياده عمليات نعم تتكلم بهالطريقه؟ هذا الحلبوسي اذا هو فعلا سوى ليش ما سكت هذا القائد او ليش ما تدخل بشكل او باخر حتى يحافظ على الناس المهجرين والنازحين واللي بيوتهم مدمره من هذا وغيره وغيره؟ قال محمد على راس احنا اللي ملطخ ايده بدمه وعنده احنا الحشائر ما نخلي طب بس اللي ما عندنا شيء لا والله يطب. انا دا اقول لك انا دا اعزبك برد احكي لك نعم انا دا احكي لك يعني اللي دمر هي المحافظات وهلكها وراحت ناس ابرياء والحكمة احنا العشائر ما ندخل انا اقول لك بس اللي نظيف وابن حموله وغيرته على المحافظه لا والله يدخل. للاسف يا سيد ضياء هذا الكلام هذا الكلام انت تحكيه لكن واقع الحال مختلف تماما. انا اشكرك شكرا جزيلا ضياء. واقع الحال يقول بان النساء والاطفال هم المتضررون من هذه الامور، كبار السن المعوقون هؤلاء يتضررون بسبب هذه السياسات الحكومية. لما يتحدث ناصر الغنام وغيره ولا يكون هناك عرف عشائري يمنع ناس من العودة إلى مناطقهم بسبب قد يكون ابن ضال، قد يكون شخص منتمي إلى هذه العائلة لكن ذهب في طريق خطأ بانتمائه إلى جهات متطرفة أو غيرها. لماذا تظلم العائلة؟ لماذا تعم السيئة بهذا التعامل؟ لماذا يتم شمل أناس لا ذنب لهم بخطأ ارتكبه ولدهم أو غيره من هذه الأمور ويحرمون من العودة إلى مناطقهم أو يحاربون أو ينظر إليهم بنظرات عنصرية أو طائفية أو غيرها؟ هذه الأمور التي لم يتدخل الحلبوسي ولا غيره بالدفاع عن حقوق الناس، ثم قال قبل الانتخابات حنزين شارب فلان ونكسر ظهر فلان إذا يعتدون على الأمن في محافظاتنا، وبعد الانتخابات تحدث مجزرة في ديالة في قرى المقدادية وغيرها من هذه الأمور التي تؤكد أن هذه السلطة سلطة تصريحات، سلطة إعلامية، لكن واقع الحال لم يتدخلوا ولا يتدخلون في قضايا من هذا النوع ولم يقوموا بحماية العراقيين بأي شكل من الأشكال. ويانا اتصال السيد أبو أحمد من البصرة، تفضل. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أياك الله أستاذ أحمد. محمد وياك تفضل. طبعا هي حكومة الكاظمي، حكومة الكاظم هي لا هي حكومة شيعية ولا هي سنية ولا كردية وإلا ما عراقية، وعلى حكومة الكاظمي أن تخدم المواطن وتعطي رواتب والمفروض ماكو فقير. هذا من اتجاه. والاتجاه الثاني أبو زينب قبل قليل سب الشيعة وسب إيران، أنا أقل لن على أبوك لا بالسعودية لا بصدق. أبو أحمد من البصرة، يعني دخلت في بداية كلامك ماشي، لكن السب والتجاوز إيران تجاوز عليها الرجل، أنت عراقي المفروض تقول ليش متعصب. ثانيا موضوع سب الشيعة هذا الموضوع لم يحدث وغير مسموح لأي شخص يتجاوز على أي جهة، طائفة، مذهب، عرق، قومية في هذا البلد، الجميع عراقيون، وحقيقة مرفوض من أي واحد أنه يدخل يتجاوز، مرفوض. وأيضا قلت لك وقلت في بداية حديثي أنه نتحفظ على ما ذكر إذا كانت هناك تجاوزات من أبو زينب وغيره، هذا الكلام مرفوض تماما. إذا كان هناك تجاوز حدث على طائفة معينة فنعتذر عن ما بدر ومن السيد أبو زينب، وطبعا غير مرفوض هذا الكلام وغير مقبول منا، وأيضا غير مقبول منك أنت أيضا أن تدخل بسباب وشتائم ونحن على الهواء مباشرة. نرجو أن يعني يكون هناك رقي أكثر بالحديث يا جماعة. معنا اتصال. علي من الموصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ حياك الله علي. محمد. الله يسلمك تفضل. صار محمد احنا نطالب بالعفو. نعم. العفو العام. نعم. لأن عندنا راحة كثير أبرياء. يعني كل هالأشياء بحكم مؤبد وإعدام وكله يعني حكم ظلم في ظلم. نعم. فأنا طالب بالعفو العام وليس الخاص. نعم. تتوقع أنه أحد من هاي الحكومة يقدر يصدر هيك قرار؟
والله ليش يعني ما انا ما ما, ما اتوقع انه يسوونها ما 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 اظن انه يسوونها. نعم ولا هم يقدرون يسوونها تبييض سجون يعني بالكامل. نعم لا كلها ابرياء. نعم طيب لا. انت دخلت وتفضلت سيد علي على قضيه المعتقلين ومطالبتك بالعفو العام، وهذا ان شاء الله يوصل هذا الصوت لعل وعسى، لكن اريد منك تعليق على موضوع يمس حياتك وحياة كل العراقيين، الفقر اليوم بالعراق، شلون تشوف الوضع الاقتصادي وشلون تشوف غلاء الأسعار وتأثيره على المواطن؟ والله أستاذ محمد عندنا كيس الطحين قبل 3 أيام وطخ 40,000. 40,000، الناس اللي ما عندها شلون تاكل؟ مين والله تاكل؟ والله أكو ناس، أنا أعرف ناس تتغدى ما تتعشى. نعم. تتعشى ما تتغدى. يعني احكي لك فرد اكو مواساه يعني بالموصل. نعم. فقر طخ يعني طخ 100% مو 50%. يعني التركه نعم. مال دين 16,000. مو المفروض اكو حصه تموينيه يا علي؟ والله ماكو كل حصه. يعني يجيك بالثلاث اشهر يجيبون طحين بس فقط. نعم. فاحنا طالبنا الحكومه تضحك على المواطن، يعني المواطن تعب حيل، المواطن العراقي تعب تعب. نعم. شيء مو طبيعي. نعم. فاحنا نريد الحكومة تراعي المواطن، تراعي الشعب، وتضحك للمعاناة. يعني كافي. نعم. سيد علي أنا أشكر حضرتك للمشاركة. ويانا هاشم من بغداد. تفضل يا هاشم. هاشم لو سمحت نص صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف فقط. أنا أسمعك من الهاتف فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. شلونك أستاذي؟ الله يسلمك، أهلا وسهلا. أنا رجال يعني سايق شاحنة على باب الله. نعم. هسه اللي تحشون عليهم الدولة تقولون بأنهم يخافون على البلد وهم أكو فيهم ضمن البلد أكو أكو. من هم؟ اللي يعني اللي واقفين بشوارع حتى الاقتصادية وغير اقتصادية، اكو منهم من يلزمون السيارات. طيب. محمل المشكل مثل محمل باذنجان. أي. محمل تفاح. العفو محمل خيار، محمل. أي. فلفل. تدري هاي الناس على باب الله تشتغل. صحيح. اللي تسوق طنين وبكية وبلوري وبشكل وخمس طنون وست طنون. نعم. يلزمونها مثل لزمتها اقتصادية. شلون عبرت؟ والله عبرت بالسيطرات وصلت مثلا بعقوبه يلزموني بعقوبه. من لزموك ايش قد ياخذون من عندك؟ أي. ياخذ من عندك ودوك للاقتصاديه حجزوك يعني. أي. ياخذ من عندك دفتر. دفتر ونص. دفتر ونص دولار؟ دفتر. اي دولار. 15,000 دولار؟ بالضبط. اي سيارتك من حج السنه. وانت بالسياره مثلا 4 عوائل، 5 عوائل، 6 عوائل. نعم. والسائق يروح على 500,000، 400,000، 500,000، السياقة 100. بس لحظة يا هاشم. نعم. لحظة يا هاشم. دفتر ونص ياخذوها ما شنو؟ ها أما حجزوك حطوك بالحجز. طيب. يجي على توقيع إيش قد تحوله؟ والله هذا مال غير بلد. إيش قد يريد من عندك؟ يريد من عندك 50 ورقة. أي. أحول لك إياها شنو؟ أحول لك إياها شو اسمه؟ مال العراقي شو يسمونه؟ شلون؟ مثلا يقول لك انت هذا مو عراق، انا املا بالعلاوي اليمانيه من علاوي كلار، علاوي اربيل، على باب الله نشتغل. طيب. اجيب من الشمال اودي للجنوب، تقع مالك الجنوب اودي للشمال. أيه. يعني انا على باب الله اشتغل. نعم. هسه واقفين بالسيطرات، يمنعون الناس، يلزمون الناس، ياخذون كل سياره، هسه تجي سياره تعبر من كركوك يضبونه لبغداد مع برشية، ايش قد ياخذون؟ ياخذون مليون دينار، 750. نعم. 500 يعبرك السيطرات. طيب. ايه. بس هاي شغلة الدفتر ونص هاي انا ما افتهمها، يعني ياخذ منك دفتر ونص حتى سنة كاملة تظل تمشي يعني بالسيطرات ما حد يحكي وياك لو ما شنو هاي؟ لا 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 استاذ. خذ لك دفتر، انت هسه مو حجز سيارتي حجزت بدل لزمه اقتصاديه ودوها للحجز. اي ودوها للحجز. بغت تعال هاي المعامله مالتك يا بجيت على المعامله مالتي، المعامله مالتي شنو عنا انا محمل محضر استهلاك يومي. اي استهلاك يومي شنو القضيه مالتك؟
قضيتك انت مالتك مستورد، يا انا محمل من علوة، محمل من سليمانية من العلوة. اي ايه انت شو انت قضيتك مستورد، راح هذا المستورد شنو حاول نحوله محلي، ايش قد انطيني 50 ورقة احولك اياه محلي، انطيني 25 ورقة اعطيك اياه، زين هذا يريد 25 هذا 20 قال يعني انت لما تطلع السيارة والسيارة تنحج السنة والله العظيم تصرف دفتر. وانت 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 من يتم حجز السيارة انت ما مخالف لا باوراق لا لا بالمنتج انه فاسد او غير شيء، ما عندك مشاكل؟ لا لا استاذ، مجرد محمل مخضر. نعم، وهو إيه هذا اصلا هو هذا اصلا المخضر ايش قد يريد يجيب في حال لو انباع حتى ايش قد بي 50 ورقه هو؟ والله 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 قسم بذات الله المخضر اكو بيه من يربح 100,000 دينار. نعم. انا سايق انا استاذ انا سايق اروح بكروتي. نعم. سيارتي والله بزايد 125,000. نعم. وجهالك وعايشتك وراك عوائل والسيارة بها بها أربع نفرات بها خمس عوائل بها أربع عوائل وتنحجز إنه أنت تقوم تصرف للمحامين وللهاي للدنيا والسنة سيارتك تنحجز وأنت ينقطع رزقك وبعدين يعني دمار دمار والله دمار يعني أذية يعني يعني والله قاعدين بالبيوت. سيد هاشم، سيد هاشم أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هاي المعلومات المهمة حتى تسمع هاي الحكومة حتى يسمع، وأكيد هي ربما تعلم يعني أو قد تعلم بالتأكيد يعني بالنهاية المفروض عندها أجهزة مخابرات وأجهزة في وزارة الداخلية ولجان حكومية وغيرها تحقيقية وغيرها من هذه الأمور، المفروض عندها علم باللي دي يصير، وإذا ما عندها علم هذا مواطن انطاكم هاي المعلومة. لجان الاقتصادية والسيطرات عبارة عن عصابات وقطاع طرق يبتزون المواطنين والتجار وسائقي الشاحنات وناقلي البضائع وغيرها في سبيل الحصول على أموال جباية بشكل غصبا عنك، يا أما تحجز السيارة وتصادر أوراقك وحير إذا قدرت تطلعها وتدفع فلوس بالأخير حتى تطلع هذه السيارة إذا تم حجزها. سرقة علنية بهذه الطريقة وابتزاز ولا يوجد أحد يتدخل، وعائلات كثيرة فقدت القدرة على إعالة نفسها أو المعيل فقد القدرة على الإعالة بسبب خسارته لسيارته أو لوظيفته التي يعمل بها إن كان سائق شاحنات أو غيرها بسبب هذه السيطرات وهذه الميليشيات. أبو تبارك من الفلوجة تفضل حياك الله. أم تبارك، أم تبارك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أم تبارك تفضلي. هاي ودوم أسمعك يوم تبارك. بالعفو العام أقول مطالب بالعفو العام مش نعم نعم العفو العام بس بفلوس ترى سمك الله. نعم والله العظيم زوجي محكوم يعني لا ما أكل ولا شارب. نعم مطالب هاي الحكومة اللي جديدة مثلا نعم. طيب أنا أشكرك يا أم تبارك ونتمنى إن شاء الله رسالتك توصل. طبعا هناك مشكلة يبدو بالاتصال مع السيدة أم تبارك لكن وصلتنا الفكرة، السيدة تطالب بالعفو العام. شكرا يا سيدة أم تبارك وإن شاء الله هذا الصوت يصل وهذه الرسالة تصل إلى من يهمه الأمر في هذه القضية. ألو. أبو علي من النجف. ألو. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم سعد محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أشكر هذا البرنامج، رحم الله والديك. والديك الله يسلمك. ألو. تفضل يا أبو علي. الو احنا من محافظة النجف الاشرف. نعم. احنا ساكنين قرية النور وكل سنة نغرق في المطر. اي قرية النور في النجف الاشرف. نعم كل سنة احنا نغرق من المطر ونعاني من عنده شارع ميل مشعلية والسيطرات ياخذون ما يقبل السيارة الكبيرة إذا ما يأخذوا من 15 وجمعة ومن البيوت من كل بيت 5,000 وقالوا نسوي لكم الشارع. أي. وما سووني أي فإحنا العالي من الطريق ما لنا. منو اللي جمعوا منكم فلوس يا أبو علي؟ جمعوا من عندنا البلدية مال النجف. بلدية مال النجف، وين راحت هاي الفلوس؟ ما أعرف والله ما أعرف، وإحنا كل سنة نغرق وراحت ضحايا ذيك النوبة يوم راحت. طيب ليش بلدية النجف تجمع منكم وهي لها ميزانية سنوية وشهرية تخصص للمحافظة؟ ليش تجمع منكم فلوس؟ احنا وراجعنا وجمعنا احنا اولاد المنطقة وكل شيء ما سووا لنا حل.
كل شيء والشارع مين مش عليه والله حتى حتى سياراتنا تكسرت. طيب طيب ابو علي، ابو علي سؤال، سؤال يا ابو علي، غير غير الشارع وهاي الازمه الخدميه، وضع الناس الاقتصادي، حاله الناس المعيشيه شلونها بالنجف ابو علي؟ ابو علي تسمعني؟ الو اي اسمع ابو علي، دا اسالك على حال الناس المعيشي، وضع الاقتصادي بالمحافظه، شلون الناس عايشه اليوم في النجف؟ كلش تعبانه، حتى لو تحط لك نصيه بالشارع ما يخلوك الشرطه يوخروك. حتى لو خلي لك نصيه ليش ليش يوخروك الشرطه؟ ليش يوخروك؟ يقول يقول هنا ممنوع، هنا ممنوع، هنا يعني سووا لنا مكان، نعم سووا لنا شيء بديل حتى نشتغل، كل شيء ماكو. نعم رحنا وراجعنا المحافظ يقول اي واي، كل بس وعود، بس وعود كاذبه. نعم الله شاهد، وعود كاذبه ومتهين، مستهين يبيعون البلاغ الزراعيه. نعم قام يسووها مولات، قام يسووها تجارات. اي مستفادين، مستفادين انتم العراقيين من هذا الحكي، من هاي الاستثمارات مال المسؤولين، مستفادين شيء؟ كل شيء كل شيء عم تخلون نعيش هنا، واحد حاط بسطيه ماخذها يوفروه. نعم. اطلع عربانه يدفع بيها يوفروه. طريق طريق ما يسوون هذا الطريق المنظوم. نعم. تعالوا انتم طلعوا شوفوا صوروا. نعم. مين مش علي؟ الله شاهد مين مش علي؟ سيد ابو علي بلا زحمة عليك، اذا تقدر. نعم. اذا تقدر تصور هذا الطريق وتوثقه بالفيديو مالتك دز لنا اياه على على خدمه انت ترى اللي تقدمها القناه الحضراتكم، موجود الرقم وحيطلع على الشاشه، وايضا دائما يطلع على الشاشه او على الفيسبوك، او على الفيسبوك. نعم نعم صور لنا اياه، صور لنا اياه ودز لنا اياه، وباذن الله نعرض هذه الحاله. نعم الرئيس الوزراء سيد الكاظمي بك يسوي لنا حال الطريق، العدل مريض مرتين بيه والله ما نقدر نطلع لا بالطريق. نعم. ولا تخلي لك وصيه بالمين، يعني ماكم حاربينه حاربينه. سبحان الله ليش يجي هذا بلد الخير بلد الاستثمار؟ احنا 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 نستقبلكم، احنا الشباب، ليش يجي تسوون بينا ليش؟ نعم. نعم ابو علي انا اشكرك يا ابو علي من النجف، شكرا لك، ومثل ما قلت لك اذا تقدر تصور لنا هذا الشارع، توثق لنا اياه بالكاميرا، حضرتك او اي احد من المنطقه اللي موجود بها ابو علي، توثيق هذا الحال المأساوي للشارع اللي تفضلت به، واحنا مقبلين على فصل الشتاء ايضا اذا صارت وياكم غرق للشوارع، فيضانات بسبب هطول الامطار وغياب البنى التحتيه، يا ريت لو توثقون هذه الحالات وترسلوها على واتساب القناه الخاص بخدمه انت ترى، او على الفيسبوك للموقع الرسمي لقناة الرافدين على الفيسبوك، أرسلوها أيضا، وإن شاء الله هذه الأمور سنعرضها في حال طبعا وصولها إلينا. أنت ترى ظاهر، أنت ترى أمام حضراتكم هذه الأرقام مشاهدينا، مثل ما تلاحظون رقمين موجودة، واتساب وتليجرام موجودة تابعة لقناة الرافدين، تقدرون ترسلون عليها. نعم موجودة على الشاشة، تقدرون ترسلون المقاطع اللي عندكم، صور فيديوهات، أي موضوع متعلق بتوثيق حالة موجودة اليوم في العراق، وبإذن الله سيتم عرضها في أقرب فرصة. أبو علي من لندن تفضل، حياك الله. يا الله الله يحييك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما عرفت يقول بالنسبة للفقر بالعراق. نعم نعم. والأخ الساس معتي يناشد مصطفى الكاظم، هو مصطفى الكاظم راتبه $1,000,000 وما صار له سنة. نعم. لحد الآن أكثر من سنة أو سنة، ها 10 مليار دولار بحسابه بنوك سويسرا وبنوك بريطانيا، ها طيب وبأمريكا 10 مليار دولار. نعم. الله يساعد العراق، الله يساعد العراق. إذا كل إذا نعم. يعني أكثر من 250,000 منتسب من الحشد يأخذون رواتب، وهاي الفصائل 90 فصيل إرهابي يأخذوا الرواتب. زين شو يسوي العراق؟ كل واحد راتبه $1,000,000. نعم. مليون دولار، وكل هذا الفقر من وراء هاي الميليشيات. من أكثر من 12 مليون. نعم. زين بالحرس اللاثور الإيراني الإرهابي يأخذوا الرواتب من العراق. نعم. تصور. نعم. يأخذوا الرواتب من العراق، وبعد وين تروح الفلوس؟ أبو علي الدولة. أبو علي عندي سؤال، عندي سؤال لو سمحت. نعم. نعم. اللي يحكمون العراق من كل الطوائف والأطراف الموجودة ضمن العملية السياسية يتحدثون بالمناطقية، يتحدثون بالطائفة،
بمظلومية الطائفة، يتحدثون بالقومية، يتحدثون بأمور هواية بعيدة عن المفهوم العام للدولة والوطن، ودائما يتحدثون عن أنه إحنا محافظاتنا منكوبة مدمرة فاشلة فقيرة وهذه الأمور، وهم بيدهم السلطة وبيدهم المال. لماذا لم يقوموا على خدمة طائفتهم، أبناء بلدهم، أبناء مناطقهم؟ ليش نشوف السنة بالعملية السياسية محافظاتهم منكوبة ومدمرة، ونشوف المحسوبين على الشيعة وسط وجنوب العراق أفقر المحافظات العراقية هي وسط وجنوب العراق، بلا خدمات، بلا دعم مالي، بلا دعم غذائي، بلا دواء، بلا غيرها، ويقولون إحنا كذا وإحنا نتبع هذه، نمثل هذا المكون ونمثل كذا. ليش ما دعموا ذول الناس؟ ليش ما شفنا فلوسهم دا تذهب إلى أبناء محافظاتهم على الأقل، أبناء طائفتهم على الأقل؟ ليش ما شفنا هذا الشيء قبل أن نشوف البقية العراق؟ مو عراقيين، إيرانيين جايين يحكمون بالعراق. نعم. كل الفلوس يدزوها لإيران. يعني على مستوى مرجع لحد الآن ما باني مستوصف. نعم. سيد علي السيستاني مستوصف ما باني بالعراق كله، مو بس بالنجف. راح باينين بشيراز أكبر مستشفى بإيران. طيب مو مستشفى الكفيل موجودة؟ متابعة للعتبة. مستشفى الكفيل، مستشفى الكفيل هاي يعني تجارية أخي. مستشفيات تجارية، مستشفى الكفيل، مستشفى الحجة. زين، مستشفيات تجارية يعني التجارة. هل تعتقد يعني يا أبو علي أن العراق سيشهد ثورة جياع؟ نعم، يشهد ثورة جياع. نعم نعم، والقادم أسوأ. نعم. لأن ذولا ما يطلع منهم شيء عمي، ذولا احنا قلناها ألف مرة ما يطلع منهم خير. ذولا جاي ينفذون أجندة إيران. تجويع الشعب العراقي، دمار العراق. سؤالي الأخير لك يا أبو علي، سؤالي الأخير لك. العراق بلد يعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل، في حال لو، وهسه اكو مطالبات دولية بخفض قيمة برميل النفط، مطالبات على مستوى العالم من دول كثيرة، دول غير مصنعة تقول خفضوا قيمة النفط، السعر مبالغ به. العراق معتمد على النفط كسعر كمصدر وحيد، إذا ارتفع انتعش الوضع الاقتصادي أو خزينة الدولة خلينا نقول، وإذا انخفض شفنا البلوى اللي صارت في بداية كورونا. شلون حتتعامل هذه الحكومات والأحزاب مع مطالب انخفاض القيمة؟ وممكن ينزل، ممكن ينزل، وارد طبعا. بيهمهم عمي دولة الأحزاب والميليشيات دولة، بيهمهم كل واحد حاط له كذا مليون، ها كذا مليار. نعم. بنوك سويسرا وألمانيا وأمريكا وبريطانيا، ما يهمهم. بس الشعب العراقي كل شيء ما مستفاد من النفط عمي. نعم. كل شيء ما مستفاد من النفط. أشكرك يا أبو علي، شكرا جزيلا، أنا أكتفي وياك بهذا القدر. عندنا عمر من الموصل آخر المتصلين، تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. نص صوت التلفزيون يا عمر واسمعني من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الإيرانية دمرونا دمار. نعم. الإيرانية دمرونا دمار إلى درجة تحت الصفر. نعم. دمرونا دمار ميليشيات، خطف وسلب ولعب. ذاك اليوم خبر واحد من الموصل يقول الحشد هو اللي حررنا، وهم ما دمروا مناطقنا وما هجرونا، ما سوونا. من الموصل خبر واحد، شو ترد عليه؟ لا والله اخي، والله كله قلط بقلط. دمرونا دمار الايراني، كله بلشات ايرانيه. نعم. وهم الحاكمين على الموصل. نعم. وما حد يقدر يحكمه. نعم. كل السلطه بيته. نعم. دمرونا دمار مو طبيعي، دمرونا، خسرونا اخر مرحله، وهم الحكم، كل الحكم بيته. نعم. دمرونا ولا طيب. حول ولا قوه الا بالله. اشكرك يا عمر، شكرا جزيلا سيد عمر من الموصل. طبعا استمعتم مشاهدينا الكرام الى احاديث المتصلين، وهو حديث اليوم يتم تداوله بشكل كبير داخل في الداخل العراقي وفي الشارع العراقي، حول هذه الحكومات والأحزاب التي دمرت البلد، التي أوصلته إلى مصاف الدول المتخلفة، متذيل ترتيب كل التصنيفات تقريبا، المرتبطة بالرخاء والأمان والوضع الاقتصادي والازدهار وغيرها، النظام الصحي، التعليم، القضائي،
غيرها من هذه الأمور. العراق دائما متذيل الترتيب، من أسوأ دول العالم اليوم، وواحد فيه من أفقر شعوب العالم والمنطقة طبعا. وللأسف الشديد هو بلد غني جدا، بلد ثري، فيه ثروات طبيعية وفيه إمكانيات جبارة، لكن للأسف هذه الحكومات كما أجمع الكثيرون تريد ومتعمدة تدمير العراق وتجويع شعبه، متعمدة، وليس الموضوع بسبب سوء تخطيط، بل هناك رغبة متعمدة بتجويع هذا الشعب وإفقاره وإفقار البلد وتدميره وتشتيته. وصلت وإياكم الآن مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.